كانت فعالية النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي قد انطلقت بهدف تحفيز آليات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي. ويسلط المنتدى الضوء على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المناخي. نحو تحفيز آليات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة. بيدعم الحكومة في أن هي تتصدى لكل مشكلات التغيرات المناخية وتتصدى برضو لأي نوع من أنواع الكوارث والأزمات. Egypt plays a very very الحقيقة مصر بتلعب دور مهم جدا زي ما كل الناس عارفين وزي ما حضراتكم عارفين مهم جدا دور مصر في المنطقة كلها. مصر كمان فيها أمثلة ونماذج مهمة جدا إن احنا نوريها لكل الدول علشان بتبين قد إيه العمل اللي بيتم من خلال برنامج الغذاء العالمي سواء في مجال استصلاح الأراضي أو في مجال توحيد الحيازات وإدخال الطاقة النظيفة بيؤدي إلى يعني وفرات جامدة يعني مستحقة الواحد يبص لها. بنتكلم على وفرات حاصلة في تقريبا 20% في مساحات الأراضي المنزرعة، بنتكلم على 55% زيادة في الطاقة النظيفة، وبنتكلم على 30% زيادة في الدخل. طبعا كل ده مهم جدا هو نوريه للعالم كله عشان يعرفوا ان ممكن مع برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع الحكومة زي ما حاصل حاليا ممكن فعلا نواجه التغيرات المناخية. المنتدى يسلط الضوء على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المناخي من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ. أعتقد أن كل المتحدثين أشادوا إلى أن مشكلة التغيرات المناخية بتواجه العالم ولابد من التصدي لها ولابد من توفير التمويل الكافي لتمكين الدول وبصفة خاصة الدول المتأثرة زي الدول الإفريقية اللي بتتعرض لمتغيرات كثيرة سوف تتأثر في قضية الأمن الغذائي من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية. خطط مواجهة التغيرات المناخية هذه الخطط تحتاج إلى تمويل كبير أكبر من قدرة أي دولة على أنها تقوم بها. في التزامات على الدول الأفريقية رغم أنه أفريقيا كقارة لم تكن سببا في الانبعاثات ولم تساهم في الانبعاثات ولكن حصتها كانت الأقل من حيث الانبعاثات وإن كانت أيضا العبء عليها والتأثر السلبي والأثر السلبي لتغير المناخ هو الأكبر على أفريقيا. تتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية حتى 9 من الشهر الجاري بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.